السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من الجامعة الخليجية. نبدأها بأخبار الجامعة. تحت رعاية الأمين العام لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين، سعادة الدكتور عبد الغني الشويخ، وبمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية وقيادات قطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وبحضور الدكتورة منى الزياني رئيسة مجلس أمناء الجامعة الخليجية، والدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة، وعددا من السفراء والدبلوماسيين ومنتسبي مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين، بالإضافة إلى طلبة الاقتصاد والأعمال والمحاسبة وكافة المهتمين بالمجال الاقتصادي. نظمت الجامعة الخليجية منتدى اقتصاديا تحت عنوان اقتصاديات وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الحقيقة احنا كجامعة خليجية سعيدين نحتضن هكذا فعاليات علمية بوجود نخبة وكوكبة من الباحثين والخبراء في مجال القيمة المضافة من دول عربية مختلفة وأيضا من داخل مملكة البحرين. هذا التجمع وتلاقح الأفكار بين الدول التي طبقت القيمة المضافة وبين المشروع إن شاء الله الذي تسعى لمملكة البحرين في القريب العاجل بتطبيق القيمة المضافة. يعني هذا المنتدى اصلا ياتي ضمن سياسه الجامعه بالتفاعل مع المجتمع المحلي وضمن المشاركه الفاعله للجامعه ايضا في توعيه المجتمع البحريني وطرح قضايا والتفاعل معها. واعتقد بنفس المعنى، بما انها هي ضريبه قيمه مضافه، فهذا المنتدى ايضا حيشكل قيمه مضافه ان شاء الله على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى ايضا الاقتصاد البحريني، ويقدم ان شاء الله معلومات قيمه حتى للناس البسيطين عن موضوع القيمه المضافه. مبادرة طيبة جدا أن الجامعة تكون مواكبة للحدث اللي هو القيمة المضافة، اللي هي طبعا حدث الساعة في منطقة الخليج. وهذا يعني شيء مش قليل ولا جديد على الجامعة الخليجية، لأن هذه من أساس رسالة الجامعة. بالتعاون والتنسيق بين الإدارة التعليمية ومجلس الطلبة، نظمت الجامعة الخليجية يوم الجاليات، والذي أقيم ببهو الجامعة بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين. وضمت الفعالية مجموعة من الجاليات بالإضافة إلى ركن الطلبة البحرينيين، حيث نشطت كل جالية في تهيئة الركن الخاص بها وعرض ثقافاتها في مختلف المجالات، حيث تهدف هذه الفعالية إلى التعرف على ثقافات الشعوب وإلى الاندماج بين الطلبة، مما يساعدها على تقوية الروابط الاجتماعية وإرسال رسالة محبة وسلام وأخوة للجميع. لهذه المناسبة أن أنا سعيد جدا 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 هذا اليوم، وبهني عميد الجامعة، بهني الطلاب، بهني كل الدكاترة اللي موجودين على هذه الفعالية اللي بدي أسميها بسيطة، يعني مش مركبة، مش رسمية. الطلبة والدكاترة وكل اللي موجودين عايشين حياتهم الطبيعية، عمالين بتنقلوا ما بين الأجنحة اللي موجودة، إن كانت لمصر أو لفلسطين أو لمملكة البحرين الحبيبة. استضافت الجامعة الخليجية عدداً من الخريجي المرحلة الثانوية بغرض تنفيذ إجراءات تسجيلهم للفصل الدراسي القادم من العام الأكاديمي 2017-2018، حيث استمرت عملية التسجيل بسلاسة ويسر. وأتمت الجامعة تسجيل المقررات الدراسية لعدد كبير من الطلبة المسجلين للفصل الدراسي القادم. وأكدت رئيس قسم القبول والتسجيل براء السامرائي أنه تم افتتاح أعداد كافية من الشعب الدراسية للمقررات المطروحة للتخصصات التي توفرها الجامعة تلبية لرغبات الطلبة. عملية التسجيل حتكون أنه كل طالب مخصصي لمرشد أكاديمي. الطالب في لحظة وصوله إلى مكان التسجيل يأخذ أول شيء الخطة الدراسية مع كشف درجاته، يتوجه إلى المرشد الأكاديمي بالاتفاق معه، ينزل المقررات اللي تمشي مع سير البرنامج،
بالنسبة للتسجيل يعني هاي إن شاء الله بيكون آخر فصل. التسجيل يستوجب أنه حضور الطالب شخصيا. من الفصل الجاي إن شاء الله مع السيستم الجديد بيكون التسجيل الإلكتروني. والله نطالع أن الإجراءات التسجيل ميسرة حق الطلبة والأكثر أنه مخلين لكل طالب مرشد يوجههم ويخليهم يختارون أن المواد اللي ينزلونها لهم ويسهل عليهم عملية التسجيل. أركز في التسجيل، أهم نقطة هو على الإرشاد الأكاديمي أن يكون التسجيل ضمن الضوابط وضمن اللوائح المقررة في الجامعة، والتركيز على أن يكون هناك بروجريشن للطالب صحيح، أنه يسجل سمستر بعد سمستر بالشكل المنطقي والصحيح، نضمن أن العملية التعليمية تتوافق مع 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 مسار الطالب داخل البرنامج الأكاديمي. الجامعة من ناحيته وفرنا كل التسهيلات هنا من خلال توفير العدد الكافي من الموظفين والعدد الكافي من أيضا المرشدين الأكاديميين لتسهيل عملية التسجيل بسرعة الممكنة. في إطار حرصها على تهيئة البيئة الجامعية والدراسية المناسبة، أقامت الجامعة الخليجية لقاء تعريفيا لطلابها في كافة التخصصات بحضور نائب رئيس الجامعة دكتور هشام المرصفاوي وعمداء الكليات وجميع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة الخليجية. وأشار نائب رئيس الجامعة الخليجية دكتور هشام المرصفاوي أن الجامعة تسعى من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى توطيد العلاقة بين الطلبة وإدارة الجامعة وأساتذتها والتعرف على كافة اللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم. الهدف الأساسي منه هو إغلاق عملية تعريف الطلبة الجدد المسجلين في الفصل الربيعي وعملية الاندماج مع الطلبة القدامى للاطلاع على كل السياسات والإجراءات المتعلقة بالجامعة الخليجية، وكذلك لتعريف الطلبة على كل المرافق الحيوية الموجودة بالجامعة والتسهيلات التي تقدمها في الجامعة. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية واحتفالاً بيوم البحرين الرياضي، نظمت الجامعة الخليجية عدداً من البرامج الرياضية المتنوعة في الساحة الخارجية للمبنى، والذي شهد مشاركة واسعة من قبل جميع منتسبي الجامعة من الأساتذة والموظفين والطلبة من الجنسين. وتنوعت الفعاليات من تمارين مختلفة بالتعاون مع نادي فيتنس فيرست الصحي، تلاها ماراثون مشي لمدة نصف ساعة ومسابقة كرة الطائرة ولعبة شد الحبل، واختتمت الفعاليات الرياضية بمحاضرة توعوية ألقاها ممثل اللجنة الأولمبية الدكتور نبيل طه. حقق طالب قسم الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة الخليجية حسين عبد العزيز المؤمن المركز الأول بمحور إطار، وذلك في مسابقة ملتقى للتصوير الضوئي 7 والتي أقيمت بكلية الشرق الأوسط بالعاصمة العمانية مسقط. وأشاد رئيس الجامعة الخليجية الدكتور مهند المشهداني بهذا الإنجاز الذي حققه الطالب حسين المؤمن، والذي يضاف إلى رصيد إنجازاته الشخصية وإنجازات طلبة الجامعة، مؤكدا على دعم الجامعة لطلبتها الموهوبين وتهيئة سبل التفوق لهم. من جانبه ثمن الطالب حسين المؤمن دعم وتشجيع الجامعة الخليجية، مؤكدا على دورها الهام في تحفيز طلبتها في تنمية وتطوير مهاراتهم وهواياتهم. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.